أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. يا لطيف لحقوني لحقوني أو لا تلحقوني رح أموتوني. أوري وراي أوري أوري مين مين إيش فيك إيش فيك شلون وين 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 يا عن جد إنك غبية خسرتيني بغبائك. انتبهتي لهالشي حيواني؟ خسرتي خسرتي. ليش انت عم تحكي مع هاللعبة هي؟ الله يخرب بيت هاللعبة وأبو اللي اخترعها. تركي هالتليفون من ايدك قومي بسرعة، روحي على المجرى المجرى معرم وانت باكر لسه عم تلعبي. او لك انا جري ما جري. او ماي جاد يو سبيك مي. لك مو اذا بتحكي بالانجليزي، اذا بتترغلي بالفرنسي بدك قومي. طولي ما تفاجئني على الخط. الو يو اهلا حجي. الو عم تسمعيني يا حرمي؟ شلونك؟ تسمعيني؟ ولك منيحة ولك منيحة انا هلا. ايش بدك ليش دقيت لي؟ حرقت لي اعصابي. بنتك المغضوبة فاقت ترسع؟ ايه جنبي هون هي. ليش؟ ايه يلا لك خلي تجهز حالها وتشكلس امورها لانه جاي ابن عمي يطلب ايده، بركي منجي هلا بنقرفها تحت. شو؟ يا ميت اهلا وسهلا والله بتشرفونا. هلا خلصيني بسرعة. هلا مباشرة لا تاكل هم. يلا بنتظاركم نحن. الله معكم على السلامة تقبلني يا تأخروها. يوه 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 ايش قال لك ابوي امي لحتى كل هذا فرحتي؟ فرحينا معك ورينا خير ان شاء الله. هلا بتعرفي تقبريني. ليش كتير شغل بالك الموضوع؟ قومي بقى زبطي لي هالمنظر بقى وشيلي هالشعر اللي فوق راسك مشتي يخرب بيتك على هالمنظر والبسي لك هيك لبس حتى الخلق لانه اليوم اذا الله راد ان شاء الله هيك جايين على الريس. بالله عن جد ان شاء الله الف 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 مبروك. ولمين جايبينه ان شاء الله؟ لمين؟ يخرب بيتك اشتو لمين؟ ليش في غيرك معي بنت بهالبيت وجاي بده يشوفها؟ بلكي هيك رب العالمين بعمي على بصيرته وبشيلك وبنخلص منه. نعم لا اكسكيوز مي منك امي، يعني انا حدا قالكم بدي اتجوز لحتى رايحين جايين عم بتدوروا لي على العريس بس وبدكم تجوزوني اياه؟ شو تفضلتي خانوم؟ شو عيوني؟ ايش امرتي ابوي؟ بدك اكبسك بخلال؟ بدك تعنسي عندي واكبسك بخلال واحطك على الرف؟ هلا يعني انا كل هذا زعجتك وبلكي على قلبك حتى بدك بس تخلصي مني امي؟ ولك مو قصدي هيك ولك حوبي مخك بتتيس بتقبوكي ولك فتحي مخك معي. اول شيء ابن عمك، تاني شيء رايدك بالحلال، تالت شيء ابن عالم وخلقه ناس ومهندس وعنده بيت وسيارة وهيك توالات مصاري. ذلك ايش بدك احسن من هيك لسا؟ بالله شو؟ ابن عمي قلت لي محترم. ليش حدا قال لك اللي كان بيجوا قبله قال لي ادب؟ ما كل اللي يجوا محترمين. اقول لك شغله من الاخير امي، ريحي لي حالك، انا هلا مالي فكره بالزواج، ما عم بيخلط مشطي. قولك حتى الفرحه مستخسرت فيها علي اشوف اولادك قبل ما اموت. يخرب بيت هالاسطوانه اللي ما لنا حظانين غيرها. لك امي بعد عمر طويل يعني ان شاء الله هيك بتفرحي فينا كلياتنا وبتشوفي الاولاد هيك البيت معبى كلياته اولاد اولادي اولاد اخوي. ايش بدك من الاخير هلا؟ قولي لي ايش بدك؟ بدي اياك تظبطي حالك وتشكلسي امورك وتتخطي بركي مع ابن عمك وتتعرفي عليه من جديد. جوز هيك رب العالمين هيك يعجبك وجوز يخلط مشطيك ايش بعرفك ونقرا فاتحتكم. او ماي جاد حبيت؟ لا والله ما حبيت. ولك اذا فاتحه بدنا نقراها؟ شوفي امي انا قلت لك وبرجع بقول لك المره الاخيره انا ما راح ابرك ولا راح اخطب ولا حتى راح اتجوز من الاصل، واذا بدك بركي معه حدا شوفي لك شي حدا يبرق معه. ولك حتى اودي وجه اللعبه. لا والله الظاهر انت الذوق ما راح يمشي معك يا ستي. ايش رايك بدك تدخل وتبركي معه بالصرباي فوق راسك؟ لا انا عم بسيرها لسه جيتك. لك يا ميت اهلا وسهلا بابن اخوي الغالي. اهلا يا عمي اهلا. الله يخلي لي اياك. ولك وينها بنتك يا حرمي صار لها ساعة وينها؟ والله ما بعرف يا حجي، على اساس تركتها عم تبدل لبسها ما بعرف. قومي استعجليها بسرعة قولي لها الزلمة عم يستناك. يلا حاضر حاضر يلا ثواني بس يلا يلا فورا. يا ميت اهلا وسهلا. ولك ايش صار معك؟ يخرب بيتك لهذا بلبستي بالساعة. انتبهي ريوتك. ولك انتبهي ريوتك يا حوب بدي تخصينا مرة ثانية. امي ليش لحتى البس؟ قلت لك مالي موافقة، لا تعذبي حالي. او لك ايش مالي موافقة؟ ليش انا عم بستنى موافقتك بالاصل؟ الزلمة بارك برا ايش بنقول له؟ اي وين المشكلة؟ قلي لك خدوش تعبانة، مرضانة، فطسانة ما بتحسن تطلع على الضغط، بنعتذر منكم غير مرة ان شاء الله، وبس يروحوا بندق لهم تليفون بنقول لهم ما في نصيب وهيك بنكون عرفنا من اين تؤكل الكتف وتضحكنا عليهم، وانا ما بتزوج وهن ما بيزعلوا، شلونك فيا؟ من اين تؤكل الكتف قلتي لي يا حيوانه يا بنت الصرامي؟ شوفوا ليك، معك التلات دقايق، قطعتي لبرا وبركتي مع الزلمه انتهت عليه يا سلام، ما قطعتي بدي اجي اكربش هالغرفه كلها فوق راسك، فهمتي لسه بقرا؟ اخ
ولك وين العروس وينه؟ خلص هنا بقى بدنا نخلص منك ترتاح منك بهالبيت بقى يا اختي. انت لا تتبوش محقق كلن ها؟ بدي اسلم لك بالبابوش تبع امي والله. اسمعوا لك هالحيوانه ما بدها تتطعن معكم 3 دقائق بتجيب اختك معدوم تاخذ الحقوني بسرعه يلا. ماشي امي ماشي روحي انت الله معك. ولك ايش بك انت؟ ولك ايش بك ما بدك تتجوزين ابن عمك؟ ما بدك تفرحي؟ ولك ما بدي اياه ما بدي اياه لهالبني ادم ما حبيته ما ضغطوا لك. ما انبلع معي ما انبلع معي يا اخي سبيك غليظ غليظ. وامك ما عم تصعب علي الا بدها تجوزني اياه بدها تجوزني اياه. وهداك المعلق بيرك برا فكر لي حاله طيب حسن ومعتز بشخصيته وبيرك عم يستنى الجواب. ولك يخرب بيته من حاله اذا طقطه. ولك بيض بيض على سردين مقلي. هلا هو من ناحيه بيض بيض يعني ما اختلفنا هذا الموضوع بسيطه. طيب اذا قلت لك في عندي خطه لحتى نخلصك منه ايش رايك؟ ايدي بفنارك اذا بتقدر تعمله بعمل لك كل شيء بدك اياه ولك حمار. عندي ولا يهمك تعي اسمعي لك. 2 hours later. ولك ايه والله سامح حكيت لك عنهم ها ها ليك العروس اجيت مساء الليل قصدي مساء الخير هاي. يا ميت اهلا وسهلا والله. قولك يا حيوان امي ضيفيه للزلمه حطيت القهوه على الصينيه مين بده يضيفه هالله؟ وليش بقى؟ جايبين عريس ايده مشتوله؟ امتى هو ياخذ فنجان قهوه؟ بده اضيفه انا كمان وقريضه. يا ربي دخيلك ايش هالصوت هاد؟ قوم قوم عبادة قوم شوف ايش هالصوت اللي يتحرك بالمطبخ بالغرفه شعوين يخرب بيتكم على طول فاتحيننا. يلا يلا فورا. قولك يا بنت الصرماية ايش متدور او جاي لهون ما بتعرفي تمسكي حالك؟ عملتيها تحتك لسا خلقتي الغرفة يخرب بيتك امسكي حالك بقى. ايه امي عادي يعني غازات بتطلع اي انسان طبيعي بطلع غازات انتو ما بطلعوا غازات يعني. قولك خدوج ردي على محمود ومحمد عبدالك على واتساب ليش ما عم تردي عليهم؟ عم بيسألوني بدك تروحي معهم لا لانه كل شردتكم تبعات المدرسة الشباب والبنات كلها رايحين بهالروحة بدهم يعرفوا بدك تروحي معهم ولا لا وانا عم بقول لسا. ولك يا حيوان ايش عم بتقول انت؟ غفوري عندكم اشو شلة ما شلة؟ انت عندك شلة ليش؟ الا بقى هالحكي كلياته ما بزبط معي طول عمي قلكم الاخير ما في اسمي بخاطركم. ولك طول بالك ابن اخوي لسه عم يركين لسه ما كملنا حكينا لسا نكمل على التليفون بنكمل على التليفون عمي اتركني كرمال الله. لك يا ابن الحلال لا اسمعني طيب اسمعني بس انت اسمعني. اخ يا ولاد الكلب طفشتوا العريس هلا ورتحتوا برد قلبكم. ولك شو بك امي عصبتي شو بك على اساس هذا اول عريس بتفوش؟ ولك بروح عريس بيجي بداله 10 اهم شيء راحتي النفسيه وحبيت. لا حول ولا قوه الا بالله اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم ما بيطلع عليكم الضوء انتوا الجواز غير بالتربه. يو شبح بابا ليش معصب مين زعجك قل لي روحي. طول بالك طول بالك ما يستاهل ما يستاهل الحاكة ما شغله بس بتعرفي ترقدي اذا بدك تضلي عايشه بتضلي عايشه ركدي 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 بدنا نروح. وين بدكم تروحوا؟ بدي اسلخوا لجيرتكم انتوا الجوز طولوا بالكم. طول بالك حجي جايتك مؤازرة لحالك ما بتكفي اي والله لا ضرب شو ضربيش طول بالك. حبايبي كنا وصلنا لفقرة مقفل جاهزين نبلش ليتس جو. وطبعا بالسؤال الماضي سألتكم إذا كان عندك بسطة ألبسة وبدك تصيح لحتى تذم الناس عليك شو العبارات تستخدمها؟ ويلا نبلش بالتعليق الأول من أمورة كيوت عم بتقول قرب يا حباب عنا بلوزات فرح فيديو العبودة مجودة حمودة بخمس ليرات بس من عنا قرب وجه. تعليق من ماريا عم بتقول مقفل ما عنا بلوزات عنا تيشيرتات قرب وجرب يا جبار عليك الجبر يا رب. في تعليق من عند ديس الشمال حسيته ابن مصلحه شوي بهالموضوع هيدا عم بيقول مقفل قرب جرب عنا احلى بضاعه بنطلونات بلوزات بيجامات والليدي محير. محمد الحسن عم بيقول اللي ما بياخذ من عنا ما بيتهنى. هلا في جمله كنت اسمع عنها كثير عم بيقولوا المارج رابات ما له عيد. في تعليق من ساري العمر عم بتقول مقفل قرب وجرب يا معلم بعد ما تلبس من عنا ما بتلبس من عند غيرنا ليش هي ما في البيت.
وائل متابعتك اسمي اسماء طلعت بنت اوكي هبتقول ربي يسعدك. هلا اذا فتحت بسطه رح اصير اجعل بالشارع مثل التراكتور الطالع بالطلع وعم بشحط يا جبار يا كريم اربع كنزات على التيشيرتات على البناطين يلا قريب وجر. دول هالتعليق من عند الادلباوي لانه حسيته عن جد كان عنده بسطه مقفل قريب وجرب قرب لعنا يا حنون وخدك احلى بنطلون قرب محل الزوزي وخدك احلى بلوزي. عبدون محمد مقفل عنا بلوزات بنطلونات نسواني رجالي بيبي بحية جرب من عنا ورح تتهنى يا جبار عليك الجبر يا رب. وهيك حبايبي يكون خلصنا فقط مقفل بنعتزن اصدقاء مطع تعليقاته لانه اسم الله التعليقات كتير كتير والتعليق كمان صار طويل فما بنسى نطول مقطع كتير يعني انه رح يصير مقطع طويل بالنسبة للمونتاج يعني. وما بتعرفوا عن جد انه انا شو انا بفرغ وقتي لليل وما بتعرفوا هلا شقد الساعة لحتى عم بصور فقط مقفل عم بجهزها فعن جد عندي وقت ضيق بس مع ذلك عم بحاول انه فقط مقفل تكون اكثر عدد موجودة لحتى كلياتكم تشاركوا وتعرفوا ان تعليقاتكم عم تطلع معنا بالحلقه. فقد ذكروا بقى اصدقاء انه عن جد خليكم عم تشاركوا لانه ان شاء الله رح تطلع تعليقاتكم يعني بالنهايه رح تطلع فكلياتكم شاركوا حبايبي. وسؤال فقط مقفل حلقه بكره يلا ليتس جو. انت او انت انعزمتوا على مطعم من قبل شخص بتحبوه او شخص عزيز عليكم اوكي انعزمتوا على مطعم بكين عم تاكلوا هذا الشخص اللي عزمكم بيقول لك ثواني او بيقول لك ثواني بدي اروح على الدبليو سي على الحمام هذا الشخص بيروح على الحمام بيطول كتير بعدين بتكتشفوا انه هذا الشخص راح هرب بعد ما عزمكم طبعا انت هون وقعت لانه انت هم معك ولا ليره مفلس جيبك ليره ما في وطبعا بهذا المطعم ما في قانون انك تجري يعني جري ما في نو no واي لازم هون بقى تعمل شيء صارت معكم شيء قصه هيك وهن هلا طوروها شوي صار بدل ما يدخلوكم انه تجري صار يدخلوا الشخص اللي ما مصاري على الحمامات. فمرت معكم شي قصة هيك وانحرشتوا بمطعم وما كان معكم مصاري واذا وقعتوا هيك مواقف ايش بتعملوا شاركوا حبايب حلقات تعليقاتكم كلها تكون فقط مقفل كتير مهمة خليكم كلياتكم عم بتشاركوا وخلينا عم نشارك فيديوهات اكتر اشتركوا بالقناة فعلوا زر الجرس وشاركوا القناة بكل مكان I love you so much بدي اتشكركم على التفاعل تفاعلوا معي وان شاء الله كل مرة بتقدم اكتر وانتظروني بشغلات جديدة وفي مفاجآت جديدة بحبكم جدا سلام.